من أشهر جمعيات الاستيطان في مدينة القدس العاصمة المحتلة، التي تعاني بشكل أساسي في استيطان اليهود في شرقي المدينة والاستيلاء عليها لفرض السيادة اليهودية على المدينة المقدسة، هما جمعيتا عطاريت كهانيم وإلعاد المتطرفتين، ويعمل لتحقيق أهدافهم عن طريق غرس الهوية الصهيونية والرابط اليهودي للمدينة في مجالات عديدة كالتربية والإرشاد والأبحاث، كما وتعمل على تطوير المواقع ذات الأهمية القومية والعالمية في هدف زيادة حاجة الجمهور اليهودي إليها، بالإضافة لجمعيات الاستيطان التي تعمل من أجل الاستيطان في القدس. هناك أيضاً جماعات وحركات وتنظيمات سياسية دينية متطرفة تعمل بشكل أو بآخر من أجل فرض السيادة اليهودية على المدينة عن طريق اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتهويده وتطهيره لبناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاض الحرم القدسي الشريف في القدس العاصمة المحتلة. أنا اسمي فاطمة زياد سالم من سكان الشيخ جراح اللي هي البيت هذا اللي احنا واقفين جنبه. اليوم رحت أنا وابني على السوق نجيب يعني كم من غرض نمره على المحامي مشان نحكي له على قصة الدار، لأنه احنا مهددين بخطر يعني ب29/12 المفروض لازم نخلي البيت. فرحنا اليوم طلعنا رحنا نجيب كم من غرض اللي هو بتتصل علينا كنتي بتقول الحقوا هاي ولادكم أيوب وخليل اشتبكوا مع المستوطنين شيكوا الأرض كلها بالشيك الحكورة تبعتكم. وجينا لفينا ورجعنا ما لحقناش نوصل، رجعنا لقيناهم بشيكوا قاعدين وهجمنا عليهم. أنا دفعته وقعدت أخلع بالحديدة، ضربني ودبني على الأرض إجري بتجعني يعني لهلا من أصعد هيك. فهذا اللي محردهم علينا اللي هو هذا الساكن هون جديد اليهودي هذا المستوطن، هو اللي جابهم بيجي حوالي 20 واحد، وهو اللي قالهم وجايبين معهم شيك ونازلين أطلع يعني خلانا نطلع من هون، بقين يراقبونا أنا وابني ودخل المستوطنين على هون. إجي علينا اللي هو بيدعي على نفسه أري كينج ومعاه ابن عفاديا يوسف أو حفيده، هذولا اللي هم طبعا تابعين لشركات الاستيطان والمستوطنين. وبحابب بس احكي شغله انه هذا اري كينج عضو في البلديه، له كرسي في البلديه، ما ظنيتش هو يكون يعني الشليح تبع اللي بيجي بوصل، مش لازم هو يعني يجي يدق باب بيتي ويجي يسلمني القرار لانه هذه مش شغلته. الشيخ جراح هاي استهدفوها يعني من أيام زمان، مستهدفين الشيخ جراح يوم كانوا يقولوا عليها كوبانية مهارون، كانوا مستهدفينها للشيخ جراح. المشاكل بلشت تقريبا 30-35 سنة، محاكم معاهم، هذه إلنا وهذه مش إلنا والدار إلنا، وعقود أجار جديدة وعقد أجار ومش عقد أجار والشغلات زي هاي. يوم أجا قال لأمي إنه إحنا بدنا نطلع من الدار، ما استوعبناش الحكي يعني لهلأ إحنا مش مستوعبين إنه نطلع من الدار. صارت معنا قصة قبل هالمرة يعني إحنا زمان مش عارف أنه تاريخ 88 هيك إشي، برضو نفس القصة عملوا فينا، أجوا صاروا يقولوا هذه دارنا بدنا تطلعوا منها. وطبعا دخلنا رحنا معهم بالمحكمة، ووقتها كان مش زي اليوم يعني، ما قالوا لهم يعني بطلع لكم مش تيجوا هلا انتوا لسه تطالبوا فضور وإشي القاضي وهذا، طلعوا على فشوش من وقتها وما حدا رجع لنا بعدها، وضلينا من وقتها لتاريخ قبل اليوم السابع 7 أيام. اليوم أجا واحد على الباب مع آري كينج اللي هو هذا يوسف عواد مش عارف اسمه، أجا مع آري كينج، وقف آري كينج على الجهة هيك متخبي يعني جنب الباب من هون، وأنا فتحت الباب شوي هيك بقول له خير شو في، بقول لي أنا بدي أسلمك الورق عشان معاكم مهلة ل 29/12
دخلوا البيت. فبنفس الوقت هو طبعا هو مزيف، هو ابن عبادية يوسف، هدول التنين طبعا مزيفين كبار، هدول هم اللي بهودوا القدس والمقدسيين وحاطين داب كل أهل القدس وأهل الشيخ جراح. إجوا علينا على باب البيت عنا، بلغوا الوالدة، إحنا طبعا ما كناش موجودين في البيت، كنا في أشغالنا. إجوا بلغوا الوالدة واتخذوا القرار إنهم يجوا عهونا ساعة بدرية عشان ما يكون في حدا من الشباب موجود. لقوا الحجة لحالها، بلش اللي هو الأرعن هذا ابن عبادية يوسف بلش يقول لأمي هذا البيت بيتي، هذا البيت أنا اشتريته، هذا البيت إلي وبدك تطلع منه، بدك تخليه. صار يحكي كلام مش مزبوط، كلام ما صارش، كلام مزيف. تعمل الجمعيات الاستيطانية في القدس العاصمة المحتلة بشكل حثيث على تهويد المدينة من خلال الاستيلاء على المنازل والعقارات بطرق شتى، تبدأ بتقديم الإغراءات للفلسطينيين وتنتهي بالتزوير والاحتيال. إن تلك الجمعيات تتمتع بدعم مالي وقانوني من قبل حكومة الاحتلال من أجل الوصول إلى غالبية يهودية في القدس العاصمة المحتلة وترحيل الفلسطينيين منها. ويشكو الفلسطينيون من أن المحاكم الإسرائيلية تشكل أداة لسلطات الاحتلال في سعيها إلى تفريغ القدس من الفلسطينيين وامتلاك المنازل فيها. في الشيخ جراح في القدس العاصمة المحتلة يدور صراع بين الفلسطينيين والجمعيات الاستيطانية المتطرفة حول كل سنتيمتر مربع في الحي لتهويده لصالح المشروع الاستيطاني في القدس العاصمة المحتلة. אנחנו נפרנס אתכם יא חתיכת אפסים, אפסים משיחיים. אנטישמי, אתה יהודים, אתה נזכר בכסף. אלוהים נתן את המדנה. לא צאו משייח ג'ראח, זה לא שייח ג'ראח, זה שמעון הצדיק, וזה הרב של ציון שמעון הצדיק. זה קבר מוסלם, זה קבר שמעון הצדיק. מי שעשה מחקר באוניברסיטה העברית לא קיבלו אותו, זרקו אותו מהאוניברסיטה העברית, יא כתבים. למה אתה פה? זה הבית שלך? זה השטח שלך? למה אתה פה? אתה רוצה בעיה אבל? בגלל אתה פה, זה בעיה שלנו, בשבילנו. בטח. אמרתי לך, כולם פה ערבים. בלי אתה, יהודים, תעזור מפה, יאללה, נו. תעזור מפה, זה לא, הוא לא קל פה. احنا موجودين بحي الشيخ جراح في من خلفي زي ما انت شايف بيت فاطمه سالم. اللي متفاجئ انه نائب رئيس بلديه الاحتلال بيجيب قرار محكمه يبلغها انها تخلي البيت، وفي القانون تبع حكومه الاحتلال بدناش كل احكام العالميه ان هذه مره محميه قانونيا ما بصيرش تطلع من هذا البيت لانها ملتزمه في الشروط اللي ماخذه فيه العقد الاجار. ولكن اريه كنت مع زمرته اجوا أعطوها قرار إن تخلي البيت خلال 21-12 تكون طلعة من البيت. فهذه المرة ولدتها وأبوها هان موجود وكل أحفادها موجودين هون لهم أكثر من 50 سنة. يعني أنت تتصور بقول لك من 48-50 سنة، سنة 50 لليوم أكثر من 70 سنة موجودة في هذا البيت. ولكن نتفاجأ إنه الاحتلال وحكومة الاحتلال إنه كيف بتأخذ قرارات للفلسطينيين لإخلاهم من بيوتهم، وبالمقابل احنا الفلسطينيين كان دار البشيتي ولا دار عائلات كثيره، دار الشرب، كل عائلات المقدسيه لهم بيوت بال 48، كان بيافا او بالقدس او بالقدس او بالمميلة لهم معهم وروك ومع ما يثبت انه اصحاب الارض هذه. ولكن الاحتلال يحق لليهودي ما لا يحق لغيره. فهذه البلاد هي امانه في اعناقنا،
هي ليست ملكا لمسلم واحد فقط، بل هي لجميع مليارين من المسلمين في العالم. يعني اليوم احنا تلقينا قبل كم من يوم لعائلة سالم قرار بإخلاء البيت، وبعدين اجوا المستوطنين بعدها بيوم يومين او حاولوا يسيجوا الارض وياخدوها عنوة بدون ما، واهل الحي تصدوا لهم وقفوهم عند حدهم. اليوم اقمنا صلاة الجمعة وكان في تواجد للتضامن مع العائلة على اساس انه احنا نوصل رسالة للاحتلال انه احنا صامدين في بيوتنا، لانه هذا الموضوع مش راح يتم حتى على جثث هاي العائلة. طبعا القوات الاحتلال قامت بالهجوم على المتواجدين هون للتضامن مع العائلة، واصابوا اكثر من واحد واعتقلوا ناس، وهم بيساعدوا المستوطنين على إخلاء هاي البيوت. هون عنا أكثر من 40 عائلة مهددة بالإخلاء، في عنا 40 عائلة مهددة بالإخلاء، بدهم يحيوا حي كامل ويسكنوا مكانها مستوطنين أكثر من 400 عائلة. هذا تهجير قصري، هجرونا بال48 وهي هجرونا بال67 وجايين اليوم يهجرونا كمان مرة. معظم العائلات الموجودة هون عائلات لاجئين إلها بيوت في القدس الغربية، بدهم مش يرجعوا لهم بيوتهم، بدهم يأخذوا هاي البيوت عنوة بكافة الطرق، بكافة الأساليب، التحايل والتزوير، بدهم يأخذوا هاي البيوت ويخرجوا أصحاب البيوت منها عنوة وغصب عنهم. قوننة وشرعنة السلب والنهب والاستيلاء غير المشروع من قبل المستوطنين والمؤسسات الراعية لهم من حكومة وأحزاب ولوبيات استيطانية وكنيست، وتغول كل تلك الجهات في الفترة الأخيرة في وضع عدد كبير من التشريعات، بحيث باتت الكنيست ساحة رئيسية لأنشطتهم في سبيل تسهيل وشرعنة سلب الملكيات الخاصة للشعب الفلسطيني بعدما سيطروا على ما يسمونها الأراضي العامة. تظهر آلية عمل الكنيست ومشاريع القوانين التي تطرح فيها طبيعة التغيير البنيوي الذي تشهده دولة الاحتلال، وينعكس هذا التغيير في القوانين ومقترحات القوانين بعدما بدا للاحتلال أن الوضع الإقليمي والدولي يساعدها على المضي قدما في خطوات وإجراءات وتوجيهات لم تكن تجرؤ على الإقدام عليها في السابق، مثل شرعنة المستوطنات والاستيلاء على أراضي الملكية الخاصة في الضفة والقدس العاصمة المحتلة. أمي سكنت هون وانولدت هون في الدار. احنا عشنا هون طول عمرنا، طفولتنا هون، انا واخوتي وخواتي. الوضع مش سهل، يعني مش سهل لنا وصعب علينا. يعني الوضع ايش بدي اقول لك، يعني الواحد يوم ما بتنزع تاخذ الدور منك، طفولتك، حياتك، يعني كل طول ما انت تتنفس انت بالدار هون، بتروح بترجع بتيجي وين ما كان بتضلك بالدار. انا ساكن هون، احنا مهددين بالاخلاء من طرف المستوطن الارعن اري كينج، وانا ساكن هون في البيت هذا انا واخوي ابراهيم واخوي ايوب وامي، وانا عريس جديد اتجوزت قبل شهر، واجانا قرار اخلاء انه نخلي البيت ب 29/12 الشهر هذا. واحنا يعني مواليد، كلنا مواليد البيت هذا، اخوتي مواليد البيت هذا، والدتي عمرها 72 سنة مواليد البيت هذا، سيدي كان ساكن هون. طبعا هم بيتخذوا كل الوسائل، التزييف والتزوير ليختلسوا بيوتنا. احنا مشوارنا طويل كان، يعني انا عمري كان 5 سنين وانا بحاول أفهم شو المشكلة مع الحجة. كانت كنت صغير، يعني عبين ما فهمت إنه بيجوا عليها هون وبقولوا إنه الدار إلهم. 40 سنة تقريبا إحنا بالمشاكل. طلعت عليهم، عرفتوا الأري كان كاين معاه، وقفوا هناك عالشارع صاروا يحكوا مع بعض، وبعدين راحوا وانا انحرق دمي. يعني هذا بتطلع وقرات على ناس انه بيقولوا لي هذا اختار اخلاء معك. من وقتها يعني ما عارفه شو بدي اسوي، انا مسنبه دم. حكيت لاولادي
طبعا انجنوا شو وين نروح نتشرد احنا عمر في هالدار هاي يعني انا خلقت فيها امي ولدتني فيها والله امي هون ولدتني فيها وانا خلفت اولادي فيها كمان كبرت وتجوزت وخلفت اولادي وعايشه هاي انا اولادي كنت عايشه انا وامي وابوي وبعدين الوالد توفى والوالده توفت وبعدها أكم من سنه لحقهم جوزي برضه توفى وضليت انا اولادي هون حاميين الدار وقاعدين بنتفاجئ في هذول اللي اجونا ولازم تطلع وتخلي الدار. تنتهك دورة الاحتلال بالسياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية حرمة حق ملكية الفلسطينيين لأملاكهم وخاصة أراضيهم وبيوتهم عبر المصادرة والتدمير لصالح الاستيطان والمستوطنين، علما أن الفقرة السادسة من المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 تنص على أنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. والمادة 53 تنص على أنه لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل. إن القضاء في دولة الاحتلال أصبح وسيلة في يد الأيديولوجية الاستيطانية المتطرفة لتهويد كل شيء عربي فلسطيني في دولة فلسطين المحتلة. أنا اسمي فاطمة سالم وأنا يعني أنا بحب أضلني بداري ويعني أنا بحبها داري يعني. أنا اسمي كميلة سالم ساكنة في الجرجرة. هدول المستوطنين دول بدهم يطلعونا من دارنا. خبيني عندك خبيني. هدول بدهم يطلعونا من الدار. هدول الهدول قال لي من بيت الجيران هدول بيضلوا يحرقوا سيارات من مين قال لي من القفص هربان قلت الريش هدول بدهم ياخدوا دارنا عن جد عصفور طل من الشباك وقال لي عم يصور فينا خبي بخافش من الله بخافش من الله حتى بخافوش هدول بخافوش من الله عن جد بخافوش من الله مش عارف ليش بدهم يطلعوا الله الحمد لله راحوا احنا كنا خايفين عشان بدهم من الدار هم بدهم يطلعونا من الدار فهم هلا راحوا يعني انا هو بتطلع علي زي المجرم زي كانه دا يجي يضربني الارض بدي امشي وما في وضميتوا كمان صورنا أبصر ليش؟ صورنا هيك سوى التلفون هيك إحنا ما بنطلع بهاي هاي دارنا يعني إحنا منحبش نطلع قبل ما يكسر الحبس تكسر صوته